مساء الخير، وحشتوني جدا جدا. الاسبوع اللي فات الحلقه كانت مسجله، بس كانت تجربه جديده حبيت اعيشها معاكم وليكم. الاسبوع ده لايف زي كل اسبوع، الحلقه اللي فاتت بس هي اللي كانت اكسبشن. حصل حدث كتير قوي خلال ال 15 يوم او بالاخص ال 10 ايام اللي فاتوا، واحنا دورنا هنا كل اسبوع ان احنا نحط السبوت عليها. يمكن من حوالي 10 ايام او 15 يوم كنا نزلنا خبر وانتشر خبر الحادثه اللي حصلت على الساحل، هي اتشهرت بحادثه الساحل، واللي قالوا ان احنا بندور قعدوا فتره يدوروا على الاشخاص اللي كانت جوه الميكروباص. ناس قالت ده ميكروباص، وناس قالت ده توك توك، وناس قالت اقاويل كتير. في الاخر اثبت انه ما كانش في اي حادثه، انه اصلا الجزء اللي مكسور على طريق الساحل ده كان نتيجه ان توك توك خابط فيه من فتره او قبل الحادثه او تصوير الحادثه بوقت قليل، والتصوير لما جاب حاجه بتطير في الهواء او بتطير في الساحل نفسه كانت غطا عربيه. طبعا الحادثه دي فضلت السوشيال ميديا مهتميه بيها وقت طويل جدا، وكل بقى يبحث فيها وبقت ترند زي ما بنقوله. طيب هل في حوادث تانية بتحصل في أماكن كتيرة، بس هل حد بيهتم بيها بالطريقة دي؟ لا، حوادث كتيرة جدا بتحصل وبتعدي نتيجة شبابنا المصري الجميل اللي دايما دورنا هنا بنحب نحط السبوت عليه. حصلت حادثتين خلال الأسبوع ده، والحادثتين حقيقي بيتبينوا أن لسه في أمل في الشباب المصري، وأنه لسه إحنا جدعين بدورنا وبطبيعتنا الفطرة بتاعتنا. الشاب المصري الجدع لسه موجود في الشارع، ما اختفاش لسه، يعني دي حاجه من الحاجات اللي بتطمننا. الحادثتين دول، اول حادثه فيهم كانت في ميت غمر في ترعه التوفيقيه، عربيه وقعت في الترعه. طبعا بما اننا كلنا بقينا نجري ورا الترند بتاع اليومين دول، فالناس كلها اتجمعت بقت واقفه تصور الحادثه، لكن في شاب واحد بس هو اللي في عز الليل. الحادثه دي كانت بالليل اصلا، وكل الناس واقفه بتدور على الترند. الشاب ده اللي صورته على الشاشة هو اسمه محمود عوض. محمود عوض شاب عادي جدا، شاب كهربائي، يعني هو سنه بيتراوح من 20 لـ30. الشاب نزل في عز الليل وأنقذ بالفعل 5 أفراد، في منهم ناس توفت، بس توفوا بعد ما كان هو أنقذهم من الترعة. يعني ده من الحاجات اللي احنا حبينا نحط السبوت عليها، لان هو حد ما شاء الله عليه، ونتمنى ان احنا نرجع تاني كده، ما يبقاش 99% مننا بيقف يصور و1% بس هو اللي بيفكر انه يتحرك. برضو امبارح في اسكندريه في ميكروباص ولع، والناس كلها كانت واقفه تتفرج، وبرضو واحد من ضمن كل الجمع اللي بيكون واقف هو اللي بياخد الخطوه، والواحد ده كان شاب اسكندراني انقذ الناس وبدا ان هو يطفي الحريق. اكم من الناس بتقف اثناء الحادث، ويمكن كنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فات في اللايف اللي كان على البيج. اكم من الناس بتقف تتفرج، وناس تانية بتصدر الهلع والخوف وسط الجمع، والناس الثالثه اللي هي ما بتبقى معترضه على الكل، وجزء بسيط جدا 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 هو اللي بياخد الخطوه ويتحرك عشان يعمل حاجه ايجابيه بتنقذ الموقف. فده برضو كان من الناس اللي حبينا ان احنا نتكلم عنهم، لان حادثه الساحل اخذت كل الاضواء، ومليون حادثه تانية بتحصل وبيتم انقاذها عن طريق شبابنا المصري الجميل، ومحدش بيجيب سيرتها. فبرضو حابين نشكر الشاب ده. خلال الاسبوع اللي فات حصل زلزالين في مصر. الزلزال الاولاني كان 6.2 ريختر، والزلزال الثاني كان 3.8. الزلزال الاولاني حسينا بيه كتير، مننا حسينا بيه، مش عايزه اقول كلنا، لان في مننا كان نايم وما حسش، والحمد لله ربنا عداها على خير وما كانش ليه اي اثار جانبيه وسلبيه. انما الزلزال الثاني محدش تقريبا حس بيه خالص. الزلزال هو ناتج توابع لزلزال حصل في البحر المتوسط، احنا حسينا بالتوابع بتاعته، يعني سواء 6.8 او 6.2 او 3.8، الاثنين دولت كانوا توابع للزلزال الاصلي. بس المشكله انه في اقاويل بتقول انه يوم الاحد اللي هو بكره باذن الله هيكون في حمم بركانيه نتيجه البركان اللي حصل في بالما. الحمم البركانيه دي هيكون تاثيرها بيقال انه بالاخص على مدينه الاسكندريه، وهيكون تاثيرها في سماء الاسكندريه على مسافه تبعد 3 كيلومتر. ففي تحذير كان نزل انه المواطنين اللي عندهم حساسيه في صدرهم او اللي عندهم ربو او عندهم اي امراض مزمنه يفضل ان هم ما يتعرضوش للهواء عامه بكره،
واللي مضطر يرتدي الكمامة او اللي كده كده هينزل يرتدي الكمامة. فربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها، لان احنا شعب طيب، واسفه ان احنا شعب طيب بهبل بهبل لدرجه ان اي كلمه تجيبنا واي كلمه تودينا. احنا شعب تحول من شعب بيجري ورا لقمه العيش بس لشعب بيجري ورا لقمه العيش مع الترند. يعني احنا دلوقتي بقى كل هدفنا في الحياه هنعمل ايه ملفت يجيب كام. عايزه برضو قبل ما ادخل في موضوع الترند، عايزه اعلق على حدث كل الناس الفترة اللي فاتت اللي بكل الأعمار وبكل الفئات من المجتمع كانت مهتمية بيه. والحقيقة ان هو على بلاد، على جميع بلاد العالم، الحدث ده المفروض ان هو يكون حدث حلو بيهتم بثقافة وبالفن، انما احنا عندنا اهتمنا بحاجة تانية خالص. الحدث ده هو مهرجان الجونة، مهرجان الجونة السينمائي، عشان احنا واضح ان احنا نسينا ان هو مهرجان سينمائي. اللي حصل ان مهرجان الجونه طبعا هو كان ممتد لمده 6 ايام، وكان الختام بتاعه امبارح وكلكم عارفين، وكل الناس كانت متابعه على السوشيال ميديا. مهرجان الجونه كان فيه 3 انواع من الناس. دي طبعا الناس المحترمه اللي كانت قليله من الناس اللي موجوده، اللي كانت رايحه فعلا عشان ده مهرجان سينمائي وفاهمين قيمه الفن وثقافه الفن اصلا، وان الفنان ما ينفعش يكون، مع احترامي للجميع، ما ينفعش يكون مهزأ، وما ينفعش يكون واجهة سلبية، تمام؟ وان الفنان دايما بيدخل كل بيت مصري او كل بيت عامة، فلازم الفنان يكون قدوة يقتدي بيها حتى لو مع بعض التحفظات كديننا واخلاقنا، ولكن الفنان لازم يكون يعني قد الثقة اللي احنا بنديها له عشان احنا مدخلينه بيوتنا كلنا. الصورة اللي فاتت كانت بعض الفنانات ولبسهم في المهرجان، وكان دول يعتبر دول الاكثر حشمة ورونق، ودول فنانات رايحين مهرجان سينمائي. انما لاننا بنجري ورا الترند وبننسى احنا هدفنا ايه ودورنا ايه، كان في عندنا نوعين من الناس. نوع بيجري ورا الترند لدرجه انه ممكن يعمل اي حاجه مجنونه، اي حاجه مجنونه، اي حاجه بقى مش مهم هي منطقيه ولا عقل ليها ولا دين ولا اي حاجه، اي حاجه لمجرد انه عايز يبقى ترند. اي حاجه زي الصور اللي هنشوفها دي، جزء من الناس اللي كانت مش مهم عندها هي شكلها، يعني ده ولا شكل فاشن حلو، يعني هو مش شكل حلو بمعنى ان احنا نقول الله ده جميل، ولا هو شكل مش انا مش عارفه اقول عليه ايه، يا ريت يعني الصور تبقى عندي على الشاشه عشان اترك لكم انتوا التعليق. الناس دي كل هدفها ان هم ياخدوا الاضواء ليهم، يعني هم مش مهتمين بس بان ده مهرجان سينمائي. اهتمامهم ما كانش ان ده مهرجان سينمائي، ولا اهتمامهم انه ان هم يكونوا واجهه مشرفه، لان ده مهرجان المفروض دولي وفي كذا دوله بتكون عينيها علينا. احنا يا جماعه في مهرجانات عالميه بتتعمل، اقسم بالله اللبس بتاعهم يعني تحس ان هم يعني اللي احنا لابسينه ده بيتلبس في البيت، يعني ده دول لابسين عفوا دي قمصان نوم. احنا اصلا في صور ما قدرناش ان احنا نعرضها على الشاشه، يمكن في قنوات تانية عرضتها بس احنا مكنش ينفع نعرضها. صور نخجل من ان احنا نوريها للمشاهد بتاعنا، لان احنا البرنامج بتاعنا معظم يعني كل الفئات العمرية بتشوفه، فاحنا نخجل من ان احنا نوريها لكم. ولكن السوشيال ميديا طبعا انتشرت عليها، وانا مش حابة اكلم ولا اظهرها، بس يعني ايه القرف اللي احنا بقينا فيه ده؟ ليه؟ عشان ترند؟ عشان نعلق ونقوله هي لبست كده ازاي، ولا هو عمل كده ازاي، ولا هي قلعت كده ليه كده، احنا كده تمام؟ يعني عشان الترند نقلع، عشان الترند نبعد عن ديننا، عشان الترند ما نهتمش باخلاقنا، عشان الترند نبقى ندمر شباب وجيل طالع بيبص لنا؟ الترند بقى هو المتحكم الرئيسي في حياتنا وفي حياه اخواتنا. الترند بقى هو الحاجة اللي كل الناس بتسعى ليها، حتى لو كان الترند ده ان احنا هنتفه من نفسنا ونبقوا بتخيلنا ان ده كوميدي، بس دي مش كوميديا، دي سخافة، دي سخافة. مش عايز اغلط في حد، انا يعني عفوا انا فعلا كلامي مش للفنان نفسه، ولكن انا كلامي وتعليقي على اللبس. اللبس ده مش لبس مهرجان سينمائي. المهرجان السينمائي احنا رايحين
للعلم احنا كنا احنا كبرنامجنا كان من الناس اللي المفروض هتحضر المهرجان وتغطيه، ولكن بعد اللي حصل اول يوم احنا كنا المفروض هنروح تالت ورابع يوم، بعد اللي حصل اول يوم احنا يعني حسينا ان الموضوع بقى مش ده اللي احنا ننفع نروح له، لان مهرجان السينمائي كان زمان الاربع سنين اللي فاتوا كان حلو، انما السنه دي حتى في خامس وسادس ايام في كل فئات المجتمع راحت، حتى البلوجرز اي حد كان عنده مليون واعداد ايا كانت الاعداد، وفي ناس اقل من المليون، وناس من الناس اللي كان عليها اواضي على التيك توك راحوا حضروا المهرجان في اخر الايام. يعني الايام يعني المهرجان ما بقاش زي زمان بيحضر فيه الفنان اللي يستدعى ان هو يقال عليه فنان داخل بيت وفنان يكرم. مش عايزه اتكلم كتير عنه، بس هو من الحاجات اللي كان ينفع لازم نحط السبوت عليها. وبما ان الترند هو المتحكم في حياتنا، من كام يوم طلع شخص يدعى محمد الملاح. محمد الملاح وظيفته محلل. يعني ايه وظيفته محلل؟ يعني اي اتنين متطلقين وعايزين محلل شرعي من وجهة نظره، محمد بيدخل وبيتجوزها وبعد كده بيتطلقوا عشان ترجع لجوزها. ده الكلام اللي محمد كان قاله على كل الشاشات، وقعد حوالي 15 يوم بيتنطط من شاشة لشاشة ومن تلفزيون لتلفزيون ومن قناة لقناة، وكان كل هدفه واللي اتضح في الاخر انه بيجري ورا الترند. محمد قال في لقاءاته انه اتجوز 33 مرة وجمع شيوخ كتير، كام شيخ وقالوا انه، واتنين منهم كانوا شدوا مع بعض في الكلام انه ده حرام، وناس قالت ان ده حلال، واختلفت الاقاويل في الموضوع. محمد امبارح بيقال، عشان احنا لسه مش متأكدين من الخبر، بيقال ان هو تم القبض عليه لانه كان كل القصة والحدوتة دي عشان الترند، كل الافلام وطلع على الشاشات وكان بيدافع عن المحلل، وكان بيدافع لدرجة ان هو كان يعني بيعمل دين مع نفسه عشان المحلل، عشان الترند. عفوا، الترند بقى هو الهدف بتاع حياتنا. طبعا انا مش حابة اتكلم عنه كتير، ولكن هرجع، ده كانت احد الاخبار اللي استفزتنا واستفزت فريق الاعداد، ولو قعدنا نتكلم عن اخبار كتير مش هنخلص. حلقتنا النهاردة يمكن نزلنا خبر ان هي هتكون عن الخيانة وتعدد الزوجات. انتظروني بعد الفاصل ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع باستفاضة، وانتظروني. قبل الفاصل قلت لكم ان احنا النهارده موضوعنا عن الخيانه الزوجيه وتعدد الزوجات، بس انا حابه افصل كده معاكم شويه مع ضيفتنا الجميله اللي هعرفكم عليها كمان شويه، وهنتظر خلال الفتره ديت مكالماتكم ورسائلكم على الصفحه عن الموضوع، وهل تعدد الزوجات مقبول، وهل الخيانه بنقدر نسامح بعدها ولا لا. هنتظر رسائلكم ومكالماتكم، ومعانا ضيفتنا الجميله زكي. ايه، عرفيني بنفسك، عرفيهم انت بقى بنفسك. انا ايه سليمان حسن، من محافظة قنا، ولقبي هو بنت الصعيد، مقيمة في دمياط بقالي يجي 6 سنين. يعني بدأت ألف كتب من يجي سنتين ما شاء الله. أول كتاب ليه هو أنت اكتشفتي أصلا موهبة، خلينا بقى إيه قبل أول كتاب، أنا عايزة أجيب من الأول خالص. تمام. اكتشفتي إزاي أن أنت حابة الاتجاه ده، أو إزاي اكتشفتي موهبتك أصلا إزاي؟ والله حقيقة هو عن طريق الاكتئاب بصراحة. كنت اولا ما عنديش صحاب، بمعنى اللي هو الصديقة اللي هي انتيم، يعني ان انا اتكلم معه كده، وكان كل كلامي انا عندي 24 سنة ما شاء الله. كان كل كلامي على الورق، واغلبية الكلام كله على الورق. بدأت الاحظ ان انا بدل ما اكتب حاجات تزود عندي في التعب النفسي او الاكتئاب، لا انا ممكن اعمل عكس كده خالص. ممكن انتهز الفرصة لحاجة افضل وحاجة احسن. وبدأت ادرب نفسي على كتابة الارتجال على الصور. الارتجال دي انا ما كنتش حتى اعرفها، يعني بنسبة كبيرة ما كنتش افهمها، لكن اول ما دخلت مفهوم الكتابة وبدأت اقرأ كتير جدا. كان عندك كم سنة بقى؟
يعني ما فيش، من انا وانا عندي 20 سنه وانا بدات اقرا كتير كتب كتير. انت عامه بتحبي القرايه؟ اه بحب القراءه جدا، بحب اتابع اي يعني زي الدكتور الاستاذ احمد خالد توفيق، بحب اقرا له جدا، دي كتب معينه برضو. معظم الكتاب عندي كتاب مميزين زي الاستاذه عائشه عبد الرحمن طبعا، بدات اقرا ليهم كتير، وبدات ادخل في مغامره داخليه بيني وبين الكتب اصلا. يعني سن 20 سنه اللي انت اكتئبتي فيه ده هو سن وارد، اي بنت بالزبط. في السن ده بتكتئب، بيجي عليها فتره وبتكتئب، بس دايما بيطلعوا بقى من الاكتئاب ده سواء بقى باصحاب او بقرايب بخروجات. ما هو انا ما فيش، انت انت الاكتئاب حولتيه لموهبه، واكتشفتي موهبتك انت وبداتي تشتغلي عليها. بالظبط. كنت ساعتها بتدرسي؟ اه كنت ساعتها بدرس. انت ايه خريجه ايه او بتدرسي ايه؟ انا المفروض حاليا كنت وقفت يعني التعليم فتره، وبعد كده بدات ان شاء الله في ثانوي حاليا، يعني كنت وقفت على فكره دي حاجه ممتازه. اه عارفه ليه بقى؟ لان الناس بتخجل من ان هي تقول او ان هي او ان هي تكمل بعد ما وقفت. احنا لما بنقف مش معناه ان احنا خسرنا، الوقوف دايما بيكون بعديه بيكون زي فتره كده بنرتب فيها حياتنا وبنرجع بعد كده احسن من الاول. كملي يا ايه، انا عاجبني قوي فكره ان انت حولتي الحاجه السلبيه لحاجه ايجابيه، وكمان مش ايجابيه بس ليكي، ده انت ما شاء الله كتاب افكتيف كمان في المجتمع. بالظبط. وكان نازل كمان في معرض القاهره الدولي. انا اول ما بدات الكتابه اصلا والقراءه اولا، يعني قبل ما ادخل في مرحله الكتابه بدات في القراءه اولا. القراءه هي السبب في انها خلتني اتعمق، هي اللي خلتني اتكلم بمصطلح علمي كويس مع اي حد. بقيت يعني ما بخافش ومش مكسوفه من ان انا بقول ان انا ما كملتش دراسه، لا بالعكس. انا يعني انا الاول زمان كنت ممكن ما احبش ان انا اقول ان انا ما كملتش، او كان السؤال ده بيضايقني، لكن حاليا لا بالعكس، انا فخوره بنفسي ان انا بمستوى بسيط من التعليم وبمستوى سهل لاي حد ممكن يوصله، لا انا انفصلت عن كل ده وبدات احدد حياه علميه خاصه بي انا شخصيا. حلو قوي. طب انت ايه بداتي تكتبي؟ قلتي انا بدات ان انا ارتجل الارتجال على الصور. اي صوره ممكن اشوفها الف منها قصه خياليه فصحه عاميه باي طريقه من الطرق، ما فيش عندي مشكله خالص. حلو قوي. يعني ممكن حتى لو صوره طفل صغير انا ممكن اطلع يعني منها. تشوفك الصوره وبتعملي لها حكايه. بالظبط كده. تمام. طيب فكرتي بقى في فكره الكتاب ازاي؟ جات لك الفكره منين؟ انا كنت بعد ما بدات اكتب خواطر ومصطلحات بسيطه وبدات انزل على السوشيال، بدا فيهم طبعا متابعين معايا على الصفحه بتاعتي، بداوا يشجعوني بقى رغم ان انا ما اعرفهمش اصلا. بداوا يشجعوني، لا ده كده كويس، تعمقي اكتر، خليكي في كده اكتر. خلاص بقيت في مشجع ليا اساسا. حلو قوي. يبني معايا اللي انا عايزه اوصل له. كان في شخص عزيز عليا يعني وكده وقريب مننا برضو، بدات ابعت له يقرا، خلاص خد الفكره وان هو عجبه المفهوم جدا، وقال لي طب يعني ليه ما بما انك بتكتبي كده ليه ما بتفكريش ان انت تعملي كتاب وتكتبي وتبعتي لدار النشر؟ انا بالنسبه لي كانت الفكره غريبه، يعني ايه يعني اعمل كتاب وانا في المستوى الدراسي البسيط ده؟ كان بالنسبه لي حاجه صعبه. بدات افكر فيها وهو اقنعني جدا بحاجه زي دي، وبدات فعلا ان انا انفذها، وكتبت اول روايه ليا مملكه الخفيه. مملكه الخفيه يعني دي مش اول روايه ليك؟ لا هي ده اول كتاب ينزل ليا في معرض القاهره الدولي، انما انا اللي كتبتها وكانت بس ببعتها اللي هو زي صحابي، اتنشرت على السوشيال على الناس على المستوى يعني على الناس القريبه والحلقه ضيقه. بدات ابعتها لهم، لقيت في ناس كتير ايجابيه، ما فيش سلبي خالص كان ليها خالص. طب الحمد لله. والفصول بتاعتها بالرغم ان هي كانت بسيطه، كان مثلا 12 فصل وكل فصل فيهم بيدل مثلا على 4 صفحات. كان اسمها ايه اول؟ مملكه الخفيه. مملكتي الخفية. كانت بتتكلم برضو عن حياة الناس الطبيعية، يعني اصلا بتكلم دايما على الحقيقي، ما بجيبش من الخيال. يعني بتتكلمي عن الواقع اللي بنعيشه حاليا في التوقيت الحالي. بالظبط. بس بطريقة بحيث ان انت تكون مقربة. طب هل انت بتخلي كل كتاب او رواية في هدف معين او رسالة معينة حابة توصليها؟ طبعا. يعني الاول اول رواية خالص كان ايه الرسالة اللي انت حابة توصليها؟ الرسالة ان انا بوجهها لاي حد اللي هو جبر الخواطر.
جبر خاطر ده احلى جمله. جبر خاطر ده حاجه عظيمه جدا وحاجه ما فيش حد يفهمها. يمكن اول حلقه للبرنامج هنا كان بنتكلم فيها عن جبر الخاطر. في جبر خاطر دي اعظم حاجه اصلا ماشيه، حتى انا بتعامل مع الناس بالمفهوم ده جبر الخواطر، ان انا بتكلم وبعمل كل حاجه حلوه ممكن اساعد اي حد عشان جبر الخاطر، علشان انا ما لقيتش جبر الخاطر ده نقطه بدور عليه انا، وانا بعمله بدور عليه في الناس وعايزه اوصله للناس عشان انا مش شايفه حد يقصد بيجبر بخاطر بيجبر بخط يعني بخاطر اي حد حوالينا علشان كده. طب الكتاب بتاع النهارده اللي معاكي ده انا قريته بعد اذنك، وانا قريته في قبل ما ندخل كده الكنترول، الكتاب اسمه الجن القاهر. اسم الكتاب يمكن حتى انت خدت بالك، انا قريت الاسم بتاع الكتاب ووقفت كده شويه، قلت لها هو الكتاب ده مرعب؟ فهي انت رديتي عليا وقلتي لي لا. انا مسكت الكتاب كده وقلت لها هو اسمه الجن القاهر. انا اول يعني الاول قريته الفن وبعدين قلت لها هو اسمه الجن القاهر، قالت لي قلت لها طب هو مرعب يعني قريب الليل عادي؟ فهي كان ردها عليا قالت لي هو عادي قريب الليل، هو ما فيهوش حاجه. كلميني بقى انت اكتر عن الكتاب. تمام. الكتاب بيتكلم عن ان احيانا كل الناس حاليا في المجتمع بتاعنا ده سواء دراسي متفوق، طبعا ناس متفوقه جدا في العلم، سواء ناس يعني ما فيش خالص، كلهم بيتكلموا على المصطلح ده، ان انا اي حاجه بتحصل لي بيكون سببها وتاثيرها الجن ده، اللي هو ده شايفين ان الجن ده هو اللي مدمر حياتنا، مع انه بالعكس مش بيبقى كل حاجه وراها الشيء ده. وكل الناس بتخاف، اللي هو اول ما تقولي الجن ايه ده ايه ده انت معقول ازاي اصلا جات لك فكره يعني، كل الناس اتكلمت في كده. لكن انا شايفه ان الناس بدات عقولها يعني كلها بتفكر في حاجه زي دي، ان انا عشان قعدت من شغلي فتره فانا كده في حد عامل لي سحر والسحر ده سببه. طب انت عارفه ان احنا قعدنا حلقتين معرفش انت شفتيهم ولا لا، كنا بنتكلم عن السحر وعن الجن وعن المس، وهل هو ده اصلا تعب نفسي ولا هو جن؟ وفعلا فعلا انت كلامك صح، انا عاجبني قوي هي حطت فعلا قضيه مهمه جدا في الكتاب ده، هي بتتكلم فيه عن القضيه اللي احنا كنا قعدنا هنا يمكن حلقتين وقلنا بعدها في اخر حلقه قلنا مش هتكفي ان احنا نقعد نتكلم فيها حتى لو اتكلمنا سيزون كامل. هي بتتكلم على ان مش كل حاجه ومش كل مشكله عندنا في حياتنا بترجع لجن ولا بترجع لساحر ولا بترجع لمس ولا بترجع لحسد. كمليني اكتر عن الكتاب وانا يعني بقيت عارفه اللي هو عايزه اخلص واقراه ان شاء الله، اقراه وانا في الطريق وانا ان شاء الله. كمان الكتاب بيتكلم عن نقطه معينه هي اقرب ناس لينا في حياتنا، ان هم ممكن هم السبب اصلا اللي يبقوا سبب في ضرنا وسبب في تعبنا النفسي. هم بيبقى العامل النفسي والاكتئاب بيبقى تعبه وتاثيره اقوى من اي حاجه ممكن تتخيليها اصلا. طب انا اسفه بقى اني هقطعك، يعني الدور الناس اللي حواليكي وانت قررتي ان انت توقفي دراسه وتكتبي وبعدين رجعتي تاني بتتجهي اتجاه كبير جدا ان انت تكوني كاتبه، دي حاجه يعني كبيره. انا لاحظت ايه بقى هم دورهم ايه في الاتجاهات اللي هي كانت عكسيه خالص، عكسي عكسي خالص، كلها تنمر، كلها اللي هو ازاي انت بتفكري تعملي حاجه زي دي، كانت اقل كلمه كان بيديني طاقه سلبيه فظيعه ما اقولك يعني. كلهم ما فيش بنسبة مثلا 85% و15% بس طاقة إيجابية من كام شخص بس معينين كده بيبقوا حواليا. لكن أنا بقى حبيت إن أنا أثبت لأ أنا مش هبقى زي ما أنتوا عايزين كده. يعني كنت بتاخدي الطاقة السلبية وتفرغيها على الكتب، وبدليل إن أنت في الأول أول كتاب كان هدفه جبر الخواطر كنت بالظبط بتحاولي توصلي منه رسالة معينة. بحاول أوصل لهم هم رسالة، الناس اللي حواليا بحاول أقول لهم يعني أهو فين بقى يعني. اكيد ناس كتير والناس كل اللي حواليا طبعا ما شاء الله عليهم متعلمين جدا وفاهمين انا بتكلم في ايه كويس جدا، ولكن انا الرساله بتاعتي عايزه اوصلها لهم ان لا الدنيا مش كل حاجه مستوى دراسي انا ممكن عشان من خلال لا انا مش هوقف حياتي كلها تفكير ومستقبلي وكل حاجه عشان خاطر انا ما وصلتش لمستوى دراسي انت عايزني اوصل له، لا انا هوصل زي ما انا عايزه وزي ما انا حابه وهكمل اللي انا حباه واللي انا عايزاه مش اكتر من كده. انا معجبه قوي 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 بشخصيتك بجد. عجبني اللي هو انا هكمل ان شاء الله وهوصل وهثبت عكس اللي بيتقال لي. يعني فكره ان انت
ناخده طاقه سلبيه من الناس اللي حوالينا ونحولها لطاقه ايجابيه. وفكره ان احنا اصلا كميه النقد اللي بننقدها لبعض، يا جماعه النقد اللي احنا بننقده لبعض ده ممكن ياثر علينا. يعني هي ما شاء الله خدت ده وعملت منه حاجه كويسه، انما غيرها وللاسف دول الاكتر اللي بياخدوا النقد، ومنهم اللي بتاخد بتبقى بتتحول لمريضه نفسيه، ومنها اللي بتتجه اتجاهات مش شخصيتها وتكون عكس شخصيتها، بس ده ناتج عن اللي حواليها. انا مش عايزه ادخل في الموضوع كتير، وخليني اقول لك، هو انت قولي لي الكتاب ده اتعرض فين؟ اتعرض في المعرض القاهره الدولي، بقى موجود حاليا على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها في جميع المكاتب في جميع ان شاء الله باذن الله الكتاب الجاي تكوني معانا. اكيد ان شاء الله باذن الله. ويكون ليكي جايزة لسببين. السبب الاولاني علشان انا عجبني قوي ان انت شخصية اخدتي عكس كل حاجة متعارف عليها، اللي هو التعليم عالي والناس اللي حواليها يكونوا هم اللي بيدفعوها للامام، وعملتي انت لنفسك كيان لوحدك. كيان لوحدي فعلا. والسبب التاني ان شاء الله باذن الله يكون عشان نجاح الرواية الثالثة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. شرفتيني جدا ونورتيني، وبجد نموذج من النماذج المشرفة. والمرة دي كان معانا نموذج بنت، يعني احنا مش برنامج ذكوري ولا حاجة زي ما اتقلنا في بعض الرسائل. أي نموذج تجربة ونموذج شاب أو شابة ناجحة في المجتمع ومختلفة، احنا دورنا هنا عشان نوصله للنور، ودورنا هنا ان احنا نقف في ظهره ونسنده. وباذن الله باذن الله الكتاب بتاعك الجاي وده واللي بعده ان شاء الله باذن الله تكوني من اكبر الكتاب. باذن الله. نورتيني جدا وسعيده جدا اتعرفت عليكي. والكتاب ده بتاعي خلاص اكيد كده. طبعا. نطلع الفاصل ونرجع تاني ونتكلم عن الخيانه الزوجيه ورسائلكم ومكالماتكم ان شاء الله. انتظرونا.